هلا والله، اليوم قررت أمقلب إخواني الصغار عبد الله وعبد الرحمن. المقلب هذا راح يكون على 3 أيام وإن شاء الله إنه يضبط. المقلب شوي صعب علي لكن بحاول إني أضبطه إن شاء الله. المقلب فكرته إني راح أفاجئ إخواني برحلة لدبي، لكن في الحقيقة ما راح أوديهم، فراح أقول لهم جهزوا ملابسكم وكل شيء ونروح المطار وكل شيء بعد ما أقول لهم مقلب. ف والله إني خايف من ردة فعله بصراحة، خايف يزعلون جد، لكن ان شاء الله راح اكافئهم برحله صدق بعد ما امقلبهم. فراح ابدا المقلب الحين وان شاء الله يضبط. هم الحين تحت جالسين، فبروح اقول لهم اني فاجاتكم برحله لدبي بعد ما عطلوا وخلصوا اختبارات. ها وش تسوون؟ ناكل. عندي لكم خبر. وش ها وش توقعون الخبر؟ درع مليون. درع 100,000. لا، بحكم انكم عطلتوا وجبتوا نتائج كويسة حجزت لكم سفرة لدبي بعد 3 أيام. اوف والله والله العظيم. تصور فلوقات وفيلات. ايش رايكم نروح نحلق؟ والله صايح نحلق اول نستعد للسفرة. يلا. ها؟ كيف الشعور؟ حماس؟ والله حماسين. اخيرا صح؟ انا وعدتكم قبل ووفيت بوعدي. يلا دحوم نحلق؟ يلا مشينا. ها متحمسين؟ اي والله اخيرا كنت ابيها مره. طيب الحين بنروح نحلق. شو اسمه ايه؟ ناقصني ملابس، يعني ملابس؟ اي ملابس، تيشرتين كذا. ايه وسروال سبع عشان ناخذ مسبح. صح. طيب بنحلق اجل اول، بعدين بنروح نشتري. ناقصك تيشيرتين؟ وش تيشيرت؟ تيشيرتين كذا ثلاث. وانت وش تبي؟ سروال سباحة وملابس سباحة عشان في الام وفي لوقات في دبي. لا في لوقات رجال. يلا لوقات رجال. ووصلنا ايش؟ الحلاق. وصلنا الحلاق. خمس. ها خلصت؟ يلا مشينا. طيب بعد ما حلقنا جاء وقت ايش؟ ان نشتري ملابس اللي نحتاجها وملابس السباحه. يلا وصلنا ايش؟ السوق سيتي ماكس. ها دحومي متحمس؟ هذه ملابس السباحه. انا من رايي ناخذ هذا. انا هذا. شوف مقاسك اول. روح من ورا. ايه ها عبد الله وش تدور؟ تيشيرت. انت تبي واحد بعد دحوم؟ ايه. طيب شوف مقاسك بسرعه يلا. ها دحوم ايش اخذت؟ هذا. قدك ذا وين اشوف؟ قدك خذ. خذ هذا. هذا حلو. قدك ما عليك روح. جي ناخذ جزمه وخلاص. الجزمه لك صح؟ ايه. يلا مشينا. هذه؟ اي زينه بس المشكله ما في مقاس. خلني اسال. اسال. وصلنا وشرينا الاغراض وحلقنا ورحلتنا متى؟ بعد 3 أيام. متحمسين لدبي؟ متحمسين مره. وهذه الاغراض معنا وبنجهز ان شاء الله شنطتنا بكره وبعد 3 أيام على المطار. طيب؟ طيب. وشنطتي جاهزه للسفر. ها جهزتوا شنطتكم؟ جهزناها. شوف ثقيله. لا يكون ثقيله بس يرد. وش حاطين انتم شكلكم؟ يلا. باقي على رحلتنا ساعه ونص. ويلا على المطار. وهذه الجوازات حقاتنا، مستعدين للسفر. يلا قدام. يلا بسم الله. يلا ركب بسرعة لا تأخر. انت ثقيل عليك. خلا والله شكل شنطتكم ثقيلة. سكر يلا. يلا على المطار بسم الله. والحين متجهين للمطار. حماس دحوم؟ حماس مره. الله. نصور كم فلوق هناك توقع؟ 10 فلوقات. 10 فلوقات. باقي ساعة ونص على الرحلة والحين متجهين للمطار.
وصلنا المطار. حمس يلا نزل الأغراض. حمس لحوم. دحوم تحمس ها عبد الله عطى جوازات. اه بتجيب هدايا بتجيب هديه لسعد من دبي؟ انا بجيبه. بتجيبه ولا بتسحب عليه؟ لا بجيبه. يلا يلا مشينا لا نتاخر. بس دقيقه بقول لكم شيء مفاجاه ثانيه. طيب تعالوا بقول لكم مفاجاه. عندي لكم مفاجاه. ها ها الجوازات مستعدين للسفر؟ بس عندي لكم مفاجاه قويه. مستعدين؟ مستعدين يا شيخ. هذا مقلب وما في سفر ولا في شيء. والله ما استهبل. والله ما في سفر ولا في شيء. والله العظيم ما في سفر. حلفت. يلا يلا على البيت يلا. والله العظيم ما في سفر. اي لا 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 شيك شيك. يلا يلا جيب الجوازات بس. يلا يلا على البيت يلا 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 الشيك 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 لك صدرك مقلب ما تنساه طول حياتك. اوريك والله لرجعه. يلا يلا خذ الجوازات يلا على البيت يلا امسك يلا على البيت تعال. اهو الشيك تعالوا. اي مقلب طيب الشيك زعلت الشيك زعلت. يلا برا برا يلا يلا دحوم بشعورك. شيك زعلان عبد الله شيك. يلا 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 على البيت. مشخص انت على بالك. شيك زعلان دحوم. مقلبكم صح. مقلبكم صح. شيك شيك. عبد الله الشيك زعلان حزين. خذ 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 اللي معك. يلا 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 البيت. مقلب رجال. يلا 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 رجع 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 انت وجهك. الشيك تعال تعال رجع حزين. طيب الشيك دحوم حزين. عبد الله مقلب رجال. علمك انا انت اياه. خلاص 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 خلاص. يلا يلا انزل 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 دحوم. انزل يلا ننزل الشنط. تعال نزل اخلص. يا ليش قال سفر. يلا والله معليش بس هذا مقلب رجال. وش اللي تعال 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 شلها تعال تعال اسحب تعال. يلا شلها شيك. ها شعوركم بعد المقلب؟ عادي. والله تعبتوني 3 أيام وأنا أحاول أمقلبكم والحمد لله ضبط عليكم. لكن لكن صدق صدق عندي لكم مفاجأة. مقلب. ها لا هو مقلب. والله مو مقلب. تعالوا شوفوا الحين قدامكم حلو. بحجز لوين بعد العيد إن شاء الله بنروح للهند. والله العظيم تعالوا نحجز يلا. متحمس دحوم؟ متحمس مرة. هذه الرياض في مطار كوتشن في كيرلا في الهند. انا وسعد سعد الرحمن اثنين وانت عبد الله ودحوم. روح اذهب. وهذا ملخص الحجز من الرياض السعودية المطار كوتشن في الهند. ها والحين وش شعوركم؟ ان شاء الله بعد العيد بنروح الهند الكيرلا وبنصور فلوقات وبنفلها كفك.
كفك. وإلى هنا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى أن المقلب عجبكم. إذا عجبكم لا تنسون اللايك، واللي ما اشترك في القناة اشترك عشان ما تفوتك المقاطع الجاية، ونشوفكم إن شاء الله في المقلب الجاي أو الفلوق الجاي. مع السلامة.